اكتر خبر جالي فرحت بيه تليفون جالي، وكان كنت انا ماشي في مشروع خطوبه وكده، والحمد لله يعني تمت على خير. فرن عليا وقال لي الموضوع ماشي وتمام، واللي فيه خير قدم ربنا. يعني ان شاء الله لسه راح اتكلم مع الناس. اكتر خبر اللي انا فرحت فيه لما جبت لابني توك توك، هو ده اللي انا فرحت بيه. عسى عندي ولد واحد اسمه محمد ربنا يخليه لي. اي طير يطير بجناحين كده الا امم امثالنا. عالم عالم الحمام، عالم اليمام، عالم ابو قردان، عالم الهداهد. سبحان اللي خلق الدنيا، سبحان اللي خلق الدنيا بانحاء العالم ورزق الناس كلها. ولا تخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، ولا في السماء. اكبر خبر، احسن خبر جالي لما بنتي اتولدت. طبعا اكبر خبر، احسن خبر عندي. ولما كبرت بقت عروسه بالجامعه، ربنا يخليها. بس والله مواقف كتير انا استاذ. جد الحاج عرب اول حاجه السنه اللي فاتت مات في السعوديه في رمضان وهو بيعمل عمره، واتجوزنا والمدام حامل وكده. حاجات كتير فرحتنا بصراحه السنه دي. اكتر خبر فرحني ان حبيبتي رجعت تاني، بعتت لي وكلمتني تاني. جبت هديه لوالدي كان عايزها وفرحت بيها. دي كانت اكتر خبر. دي اكتر خبر. اكتر خبر وانا بقى يعني ان الناس كلها تبقى مرتاحه وكله مطمئن، يبقى الواحد هقول ايه؟ مفيش حاجه، كله مستعد. يعني لما بنتي اتجوزت اتبسطت، اكتر خبر فرحني. اكبر خبر فرحت بيه لما جت بنتي نغم، كان احسن خبر في حياتي. طبعا بنت هدى طبعا، وسميره والاولاد وكده. لما خلفت محمد ابني. الله يخليك يا باشا. هو فرحك في الدنيا يكون بالطعم. فرح الدنيا ليس الا في الطعم، وكل فرح زائل. لو انت حسبتها ساعه ما تتزوج، واخد بالك؟ بعد كده بيحصل العكننه والبتاع والكلام ده كله. طيب ساعه ما بتنجب الطفل بتاعه والكلام ده، ممكن تفرح بيه، ممكن الطفل ده يكون شقائق، مش كده؟ ممكن يكون شقائق. ممكن ساعه ما تتخرج من الجامعه وبعد كده ما عملتش بالبكالوريوس اللي انت خدته حاجه ولا بتاع الكلام ده، لكن فرحك بالطاعه يدوم عند الله عز وجل. ده انه دائم وموجود ومكتوب ولا ينسى. الله سبحانه وتعالى لا ينسى. لو انت عملت حاجه خير في الدنيا بتلاقيها، لازم تلاقيها في الاخره. اما اي حاجه تانية، فاي فرح تاني ففرح زائد. اكتر حاجه فرحتني لما حبت تجيني رزق من اي حد، بتبسط او لان هي دي اللي هتعيشني، وده اللي بتدفع لي جار البيت اللي انا فيه، واجيب مصاريف واكل وشرب وكده. فهي دي الحاجه الوحيده اللي فرحت. خبر فرحت بيه يعني اي حاجه حلوه في الدنيا بفرح بيها. بقعد في حالي ما بتكلمش مع حد، بشكر ربنا ليل ونهار، وبصلي الفجر، بصلي الفجر، بطلع من بيتنا جايين. مش عايز حاجه من الدنيا، انا منفض لها، انا منفض للدنيا. ايه لو ما تستاهلش عند ربنا الدنيا دي، تستاهلش عند ربنا جناح بعوضه. صح؟ تستاهلش عنده جناح بعوضه الدنيا دي. شوفوا السماء قد ايه؟ وسع الدنيا قد ايه؟ فين امريكا؟ فين الجنطره؟ ده كفايه بق الميه اللي هو بيبعته لنا. شوفوا شويه كاكوله قد كده ب 15 جنيه وب 20 جنيه وب 30 جنيه. انما الميه بعتها لنا، وبعت لنا العيش، وبعت لنا كل حاجه بعتها لنا، نفر يذكره ليل ونهار ويحمد ربنا. بس البني ادم مش عارف حاجه، غبي.